هي نتائج تراكمية لسبع سنوات من الحرب اللي بدأتها ميليشيات الحوثي بالانقلاب على السلطة الشرعية. هذه تراكمات اقتصادية، سياسية، عسكرية، أمنية، مواجهات مسلحة في مناطق مختلفة من البلاد، خارطة نزوح غير مسبوقة في تاريخ البلاد، تغير ديموغرافي كامل، المناطق التي يسيطر عليها الحوثي يوجه تعليم أيديولوجي، تنتقل عشرات الآلاف من الأسر والمواطنين من محافظة إلى أخرى، ضغط في الخدمات، التحديات يعني تحديات التنمية صعبة لأي حكومة في ظرف مستقر، فما بالك في بلد يشهد حرب ونزاع لمدة سبع سنوات.